طبعا كيف قتل بتفجير نفسي؟ مساء الخير اولا، مساء النور، ودعنا مساء النور نقول سيدي. قبل حتى ان تعلن امريكا كنا قلنا بعناوين واضحه بان هذه العمليه هي يعني تحاكي عمليه قتل ابو بكر البغدادي وايضا مشاركه استخبارات قوات سوريا الديمقراطيه فيها. ولكن كيف قتل؟ قتل بتفجير نفسي بحزام ناسف، وهناك صورة لشخص يعتقد بأنه خليفة البغدادي، الجسد من فوق موجود ولكن أسفل الجسد غير موجود، وأيضا هناك السيدة الأخرى التي يرجح بأنها فجرت نفسها أيضا بحزام ناسف في الطابق الثاني من المبنى، أيضا كانت أشلاء جسدها متناثرة في المكان، وأيضا الأطفال قتلوا في تلك المنطقة. لكن دعنا نقول بأن الطابق الأول من البناء كان يعيش فيه خليفة البغدادي مع أسرته، في الطابق الثاني كانت السيدة أيضا نادت عليها يعني القوات المشتركة من أجل تسليم نفسها، ولكن أنها رفضت وقامت بتفجير نفسها. حتى اللحظة المؤكد مثلما ذكرنا صباحا 13 شخصا قتلوا، أحدهم قتل عن طريق الخطأ وهو عنصر بهيئة تحرير الشام كان يعتقد بأن الهجوم ليستهدفهم فحاول إطلاق الرصاص وقتل، وأيضا هذا يعني القائد تنظيم داعش، وأيضا شخص آخر بالإضافة لأربعة أطفال وثلاث نساء وأشلاء يرجح بأنها لأطفال ونساء. طيب، سأعود لك سيدي. سيد توم ووريك من واشنطن، يعني هذه لحظة ربما هي فارقة للبيت الأبيض ولجو بايدن، كيف مرت على الشارع الأمريكي، كذلك حجم وتأثير هذه الضربة على داعش كتنظيم؟ أعتقد أن العديد من الأمريكيين يعرفون أن تهديد داعش لم ينتهي بعد، لا تزال تمثل خطراً على الشرق الأوسط وأوروبا وعلى الولايات المتحدة، وبالتالي هناك حملات دعائية لهذا التنظيم عبر الإنترنت في محاولة لإعادة كسب أراضي في سوريا وفي أماكن أخرى أيضاً. سيد توم، يعني هناك نقطة ربما هي علامة استفهام أو تعجب. أبو بكر البغدادي اكتشف وقتل في شمال غربي سوريا، هذا هو قرش أيضا الخليفة للبغدادي اكتشف وقتل في شمال غربي سوريا، لما في رأيك ولدلالة المكان وكيفية اكتشاف زعيم التنظيم؟ ما نرى أن قائد داعش كانوا يسيطرون على هذه المنطقة وكانوا يختبئون في هذه المناطق التي تخضع لتأثير هيئة تحرير الشام، وهي مجموعة بها متطرفين أيضا على غرار داعش، وهم يعملون من هذه المناطق التي تسيطر عليها، ولذلك هم يعتقدون أنه بإمكانهم أن يختبئون هناك. والدرس الذي نتعلمه، ليس هناك أي مكان للاختباء للإرهابيين والمتطرفين من قوات الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط والنيتو. طيب، أعود لك يا سيد رامي، يعني مسألة مقتل زعيم التنظيم لمرتين في هذه البقعة من العالم شمال غربي سوريا، هل يحمل دلالة على انتشار الخلايا الداعشية النائمة ربما الآن؟ لا، هي الخلايا نائمة، هي نائمة وتتحرك وقت الطلب، ولكن دعنا نقول بأنه لماذا تؤمن قيادات داعش على أنفسها في منطقة قريبة من حدود تركيا؟ وأيضا يعني جعلني أتفق مع ضيفك يعني بقضية هناك التنظيم يعيد إحياء نفسه وعبر الإنترنت، لا ليس عبر الإنترنت، وأنا قلتها في معركة سجن غويران عبر قناة الغد، عبر قناتكم في أحد البرامج. يعني لماذا القابعين في غازي عنتاب وأورفا كانوا يروجون لأكاذيب بروباغندا إعلامية لخدمة داعش عندما كان يشن عملية غويران، ويقولون بأن قوات سوريا الديمقراطية تعمل على تهجير العرب من الحسكة، وأن هذه العملية عملية تهجير وعملية كاذبة خدمة لداعش. داعش يحتاج إلى حاضنة شعبية، داعش احتاج على جرائم نظام بشار الأسد عندما كان يجرد الأطفال. واليوم عندما يخرج القابعين بالصوت والصورة من غازي عنتاب وأورفا ويؤيدون بصورة أو بأخرى عمليات داعش، هذا دليل بأنهم يدعمون الإرهاب، ومن يدعم الإرهاب هناك قرارات بمجلس الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن الدولي يدين هذا الشيء ويطلب بالمعاقبة. لذلك أقول طيب، ما الذي كنت تعنيه يا سيد رامي بمسألة أن الخلايا النائمة حتى هي على الحدود مع تركيا،
هل تشير إلى تورط الجانب التركي في مسألة ما هنا؟ بصورة أو بأخرى يعني الولايات المتحدة يجب أن تعلم بأن العشرات لنقل المئات من عناصر التنظيم السابقين هم في تركيا الآن، وعشرات وليس المئات، 128 فقط في تنظيم أحرار الشرقية هم كانوا مع داعش سابقا وهم أحرار الشرقية. لا تعلم الولايات المتحدة أو الاستخبارات الأمريكية بوجودهم، قد تكون لا تعلم. وهنا نقول على الهواء بأن هناك خلايا وعناصر لتنظيم الدولة الإسلامية في رأس العين وطل أبيض وعفرين ومناطق سيطرة القوات التركية داخل الأراضي السورية. عودوا لك سيد توم، يعني ربما شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت على المحك طيلة الأشهر القليلة الفائتة، هل بهذه الضربة ربما يستعيد شعبية أو يستعيد جو بايدن شعبيته في الشارع الأمريكي؟ لقد غامر بأن تكون هذه العملية ناجحة أم لا، لأنه إذا فشل سيكون هناك نقد شديد حتى لو لم يكن مرتبط به شخصيا. ولذلك أعتقد أن ما نرى أن الشعب الأمريكي لديه شعور بالرضا بأن أحد قادة التنظيم الإرهابي قد قتل، ومعظم الأمريكيين يرون بأن هناك ضرورة للسيطرة على تهديد داعش وخفض الخطر منه قدر المستطاع بعيدا عن الولايات المتحدة والحلفاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي العالم. هذا جزء من تطلعات الشعب الأمريكي، لأن الولايات المتحدة تريد أن تراقب هذه التنظيمات بشكل متواصل حتى لا يحدث أي مفاجآت، وبالتالي الشعب الأمريكي يتوقع اتخاذ إجراءات للقضاء على هذا التنظيم.